أيها المواطنون والمواطنات، إن فيروس كورونا خطير وسريع الانتشار، يرجى الالتزام بأسباب الوقاية والحماية. قمنا بعمليات تعقيم على مستوى المؤسسات، اكثر من 111 عمليه اللي قمنا بها الى غايه الامس، اكثر من 150 عمليه تحسيس اللي كنا قمنا بها على مستوى كل وحدات الحمايه المدنيه عبر كل تراب الولايه، بالتنسيق بالطبع مع كل لي بارتنير، يعني بالتنسيق مع الدرك الوطني، الشرطه، البلديات الى اخره.